أثرت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي في التواصل الأسري والاجتماعي وعلى العلاقات الإنسانية، إلى جانب تأثيرها في مهارات التواصل الاجتماعي المباشر لدى كثير من أفراد المجتمع. راح نناقش أكيد هذا الموضوع مع الأخصائية الاجتماعية والنفسية ياسمين الشلبي، دكتوراه بالعلم الاجتماع على علوم الارشاد والتنميه الاجتماعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك دكتوره ياسمين، يسعد صباحك. بالفقره اللي قبلك كنا عم نحكي مع الدكتور المختص بالقسم المعلوماتي عن الانترنت، عن ادمان الانترنت، وتطرقنا لمواضيع كثيره هي بتخص الشباب، ونوهنا لمواضيع نحن يمكن كثير بنشوفها او بنحسها لدى المراهقين، بس ما بننتبه انه هذا الشيء ممكن يسبب إدمان، ممكن يسبب حالات من الانتحار، ممكن يسبب حالات فوضى نفسية عند الشباب المراهقين. بالبداية خلينا نحكي عن أبرز المشاكل النفسية اللي بيسببها إدمان الإنترنت، وشو هي النقاط اللي نحن لازم ننتبه لأولادنا عليها. تمام، سعد صباحك. صباحك. أهم شيء نعرف إنه هي الوسائل قديش هي عم تأثر على عوامل التنشئة الاجتماعية بشكل عام، اللي هي الإعلام، اللي هي دور العبادة، اللي هي المدرسة، اللي هي الأصدقاء، اللي هي الأسرة، اللي هي أهم عنصر للتنشئة الاجتماعية يلي عم يأثر على هدول الأطفال والمراهقين بانحسار دورها كهي عنصر فعال لتقدر تدعم تواصلهم الفعال، نموهم الاجتماعي الصحيح، وتأديهم لمرحلة التعلم الاجتماعي اللي يكونوا فيها فاعلين غير منفعلين. فنحن حنشوف كتير أكيد اشياء سلبية عم تأثر على هدول الأطفال والمراهقين، وبيجوا الأهالي بيحتجوا إنه نحن مثلا ابننا صار عمره 10 سنين فما فوق، فنحن كتير متضايقين إنه ما عم بيرد علينا. هو مو بسبب وسائل التواصل ولا بسبب انه في قاعد فترة طويلة عليها، لا، لانه بهذا العمر في بناء شخصية جديدة لهذا الطفل، حينتقل فيها من مرحلة لمرحلة تانية، هي المرحلة حيستمد قدوته من اصدقائه وليس من اهله. فعمليا نحن المفترض بالمرحلة الاولى نكون معززين القيم كأسرة بشكل جدا جيد جدا قوي، لحتى يقدر هو يطلع على هذا العالم الخارجي ويكون فعلا ما عم بيتأثر بالتفاصيل المسيئة من وسائل التواصل اللي هي بالعناصر السلبية. هلا فقط انا عم بحكي على العنصر السلبي، لانه اكيد وسائل التواصل الا شيء ايجابي كمان كتير قوي باستخدامنا لها نحن. فنحن مثل ما سبق وحكينا بالمرة الماضية عن الإدمان وعن الاكتئاب، وحكينا عن موضوع وسائل التواصل، نحن عم نكفي لأنه في واجب مجتمعي. يعني نحن هلأ موجودين بشيء اسمه وباء صحي نفسي وعقلي، يعني وباء كبير، فنحن المفترض نضوي كل حدا من منبره على هذا الشيء. حيرجع يقولوا لنا الناس إنه معقول لسه عم نحكي بقصة التواصل وإنه موضوع مكرر؟ موضوع مكرر لأنه زاد الاحتياج له. ليش؟ كونه نحن موجودين بأزمة إضافية عم تزيد علينا، فالناس عم تلتجئ أكثر لوسائل التواصل للانتواء تماماً، للعزلة. العالم يمكن أغلب العالم هي وقتها فاضية، هي بحالة من الفراغ، يعني بحاجة أن تملي وقتها، فهي عم تتجه إلى مواقع التواصل تماماً. الاجتماعي أو الانترنت بشكل عام. تماماً. بهالحالة عم تغيب الثقافة العاطفية عند الاطفال وضمن الاسره الواحده، وعم بتزيد الحالات السلبيه اللي ممكن نلاقي منها على الانترنت مثل التنمر، ممكن مثل التحرش. فعم بيكون هذا الطفل او المراهق متلقي سلبي، ما له فعال نهائيا. تمام، خلينا نعرف اكثر تاثيرها السلبي على العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، سواء بالاسره ولا خارج الاسره ولا حتى مع العائله. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما. هلا اذا بدنا نبلش بالمحور الاول واللي كثير بحب احكي عنه اللي هو الاسره كدليل فعال، نحن بلشنا على المنصه التربويه نطرح شيء اسمه التعليم المنزلي. التعليم المنزلي للام، يلي هو انا ما بلش بس اعطي لقي هذا الدرس للطفل ويكون بس هو هيك عم بيتفرج وايه ولا. نحن صار في نعلم الام، والام تكون هي عم بتعلم الطفل لتكون اقرب ولنقدر نوصل هذا التفاعل بشكل جيد. الاسره المهم انه هي تكون كاب وكام عم بيوصلوا الاشياء كتربيه والديه بشكل جيد. ليش؟ لانه هذا الشيء رح ياثر على نموهم للاطفال النفسي، ورح يحدد نوعيه الاضطرابات اللي ممكن يلاقوها مستقبلا بحياتهم،
وبالتالي حيأثر على تشكيل هاي الشخصية تبع الطفل أو الفرد أو اليافع اللي أنا موجودة عندي. يعني نشرح أكثر يعني كيف ممكن يتعاملوا هنا مع طفل. تماما. إمتى ممكن مثلا يخلوه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، إمتى لا، وكيف هن لازم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أكيد بشكل معتدل، خلينا نعرف هيك بشكل تماماً. يعني بتحرم ابنا من الموبايل وهي ماسك الموبايل 24 ساعة. هي النقطة أو تعطيها يوم بالأسبوع وهي 24 ساعة. تمام. هي أخطر نقطة، إنه أنا إذا بدي طبق قانون ونحن معتمدين إنه نطبق وثائق أسرية، إنه أنا عندي وثيقة من الساعة كذا للساعة كذا لازم أعمل هيك أو كنظام منزلي، بيفقد كل فعاليته بالنقطة اللي ذكرتوها حضراتكم، لأنه إذا أنا ما عم طبق حده لهذا الطفل فالطفل ما رح يستجيب، الطفل بيطبق اللي أنا عم طبقه مو اللي أنا بحكيه. فعمليا عنا الفجوة زادت بين الآباء وبين الأبناء، صار في انه انا ما بارد، انا ما بقى اتواجد وقت اللي بدك، انا في عندي عالمي الخاص اللي انا بقدر احكي مع مين ما بدي، في حريه، في سريه، في انتماءات متعدده، في بلدان كتير، في ثقافات مختلفه واعمار مختلفه. فانا المفترض اني اشتغل على موضوع التقطير بقانون. كيف يعني؟ يعني انا بعرف انه طفلي عنده كورس مثلا الساعه 3 او عنده مدرسه الساعه 8، بعطي قبل بنص ساعه. تمام. بعرف انه خلص هو الساعه 8 رح يطلع، فانا ما رح يقعد اكثر من 8، بقطر الوقت بنظام حاد وحازم لحتى هو يمشي يقطع بهي المرحله. بس يرجع من المدرسه عنده وقت طويل بالبيت، كيف كم ساعه ممكن تعطيها؟ بدي اوضح له، لا مو على عدد الساعات حكينا فيها بالجزء السابق، بس اللي بيهمني اني انا اوضح له واعي، يعني انا ما بدي يكون انه مثلا لعب لعبه الكترونيه وصل للمرحله 12 وانا عم اقول له برافو عن جد شطور انت، انا عم شجعه على شيء سلبي وعم اعزز شيء سلبي. الشيء اللي لازم اعمله اعزز بالانشطه المنزليه. اي شيء يعني معلش اعطي من وقت ساعة. تماما. شيء بجنينه البيت، اذا في ما في بيت فيني اجيب حوض على البلكون حطه واشتغل انا وياه موضوع الزراعه، موضوع كل شيء منزلي وبسيط. الاهالي بتفكر انه بدنا انشطه، بدنا اشياء تكاليف باهظه، الفكره ما انا هيك ابدا، الفكره بالقرب من هذا الطفل. فانا اول شيء بشتغل على موضوع الانشطه، ثانيا بعزز عنده النشاط اللي بيناسب ذكائه. بس نحن هلا بوقت وبفتره ضغوط نفسيه كثير كبيره حتى على الاهل. تمام. اكيد ما حيكون لهم خلق كل الاهل يعطوا وقت ل هي المشكلة ويخترعوا نشاطات هن ويا، لو النشاطات هي بسيطة بس الواحد مضغوط يعني ما عم بيقدر يعطي لابنه. تماما. فمشان نحن بدنا نناقش نحن بهذا الوقت. تماما. يعني مو نناقش بشكل عام بالفترات العادية. حلو بدنا بهذا الوقت هو بالضبط. المفترض انا كأم او كأب انا اضغط على حالي وخصص وقت معين لهذا الطفل، لانه هذا مو ذنبه اصلا. هي على الصعيد النفسي هذا وقت بتلاعب ابنه او هي كمان بتساعدهم بالطبخ بالعجين بهدول القصص، هي كمان اشياء بسيطة بترتاح. خلينا ننتقل إلى العمر الأكبر وعمر الشباب وعمر المراهقة. عم نشوف مثل ما ذكرت بالبداية، عم نشوف كتير من الألعاب يلي عم تؤدي إلى الانتحار عالميا. عم نشوف أنواع من ممكن الإدمان على الإنترنت عم يودي الشباب بمكان مختلف عن تربيته، عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن كل شيء. اليوم نحن هذا المراهق ما قدراني نسيطر عليه، ولا قدراني، ولا الأهل يمكن فيهم يمونوا عليه 1%، ولكن اليوم خلينا نعرف نحن كيف نتعامل إذا لاحظنا سلوك غلط. هو أكيد رح يرفض أنه يرد علينا، رح يمكن يتبع أساليب أخرى بالمخفي عن أهله، حتى لو خضع يعني خلينا يروح إلى مرشد أو طبيب نفسي ما حيقبل. نحن شو دورنا؟ شو لازم نتصرف؟ دورنا كمين؟ كأهل. كأهل. تمام. دورنا كأهل المفترض أنه كأم، كأخت، كرفيقة، كأي كأعضاء من الأسرة بالمجتمع. تماما. السؤال نفسه اللي حضرتك ذكرتي يعني هو الجواب مشترك بين الاثنين. تمام. مشان ما أنسى الفكرة هون أنه أنا أشتغل مثل ما أنه بدي حدد قبل ونقص الساعات تدريجيا لأقدر أوصل معه لحوار. ما فيك تمنع عليه، هو شاب مراهق. أنا فيني أعمل شيء اسمه حوار فعال، يعني أنا بوصل معه لنتيجة. كيف يعني؟ أنا بدي منك مثلا يا أحمد 1 2 3، أنت شو بدك مني؟ شو الشغلات اللي أنت مضايقتك فيني؟ تمام. حيقل لي 1 2 3، طيب أوكي تعال نلاقي حل مشترك. أنا الأولى بقدر ساوي منها جزء بس ما بقدر ساويها كلها. تمام. أنت شو بتقدر تساوي؟ بضل بوفق بين وجهات النظر. على فكرة هي عملية ما لها سهلة نهائيا، ما لها سهلة وما بتنحكى لفظيا، بس بالتطبيق ما في حدا
ما في يستوعب عليكي. ليش؟ لانه اصلا معدل الذكاء عند الصغار هو اعلى من معدل الذكاء عند الكبار. يعني عمليا انا بس بدي المفتاح، المفتاح هو ذكائه. شو نوعيه ذكائه؟ شو الخطه اللي انا فيني فوت عليها لهذا الطفل او هذا اليافع؟ تمام. فمن هون انا بنطلق، بدي اوضح له انه انت لما عم تقعد هاي الساعات الطويله في اعراض جسديه واعراض نفسيه، هي المره الماضيه ما كثير حكينا عنها وتطرقنا لها، انه شو بيصير معك؟ حيصير معك 1 2 3، حيصير في عندك مشاكل صحيه بظهرك، برقبتك، بطريقه تفكيرك النفسيه، حتصير انت عدواني، حتصير متنمر اذا انت ضليت على 1 2 3. طيب انا ما عندي شيء اعمله، وكيف بدي ضيع وقتي؟ اذا سكر كل الطرق وما لقينا ولا حل كأهل وما عرفانين نتصرف، اكيد بدنا نستشيرهم بقى مرشد ويعطينا اساليب، لانه في علاج اسمه علاج سلوكي معرفي، في العلاج المبطن، في العلاج الجدلي. العلاج المبطن نفسه هو العلاج الوهمي. في عنا ممكن يحتاج عقاقير طبيه، يعني انا ما بعرف لوين ممكن يوصل هذا ادمانه لهذا الطفل. فالحالات مختلفه، الحالات الفرديه مختلفه، ما فيني احكم على اي حاله هلا الا ما اشوفها واشوف شو بيئتها، كيف تربى، شو القيم اللي عنده، مين المؤثرين السلبيين بحياته، أب أم، يا ترى في طلاق، في انفصال، شو الشغلات اللي هو موجودة ضمن البيئة. يعني في ملف عمليا نفسي للطفل واليافع أو المراهق لحتى نحن نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. بس إضافة للشيء اللي كنا عم نحكيه، نوضح انه في رسائل عم تنبث خلال وسائل التواصل هي اثرها سلبي، يعني عم تاثر على اللاوعي. كثقافه مثلا، اذا بدنا نجيب مثال الثقافه الهنديه والتركيه كيف دخلت على الصبايا، والصبايا حطت المثل لها بواحد 2 3، ما بتنازل عن هي الاشياء. الحياه العمليه شيء ثاني، اكيد بدها اساسيات ومطلوبه، انما في شيء ثاني، مو كل شيء حتلاقيه هون حتلاقيه بالواقع. مشكلة المراهقين والشباب عم يشوفوا ستوريات لاشخاص حياتهم مختلفه عن حياتهم هن الواقعيه. تمام. هذا الشيء عم يدخلوا فيه المراهقين لمود اكتئاب، لعصبيه، انه ليش انا مالي عايش عيشه منيحه، ليش هدول عايشين احسن مني. خلينا نحكي دور الاهل انه يقنعوا اولادهم انه كل واحد يعيش بس ينبسط بالاجواء اللي هو فيها، ينبسط بقدرته الماديه لو هي بسيطه. فينا حلو السؤال، يعني فينا لو بجزء بسيط نقدر ننبسط نحن بحياتنا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هون بيصير في جلسه كثير حلوه بين الاهل وبين الطفل او الفرد اللي هو موجود او اليافع، انه انت شو الشغلات الايجابيه يلي بتلاقيها ضمن عائلتنا، شو الشغلات اللي بتحبها؟ حيذكر واحد، ممكن ما يذكر ولا واحدة. لا ما بحب شيء. تمام. هيك هذا جيل كثير خطير صعب عن جد. بس بنفس الوقت صدقيني في اشياء كثير ممكن نقدر نفوت عليها ونكون قراب منه نتيجه عملي واحتكاكي المباشر معهم. يعني اذا نحن بدنا نقول انه اعطينا الايجابيات، اعطانا هذا اليافع لنفرض 2، اعطينا السلبيات طلعوا 10 20. تمام. اوكي. طيب شو رايك نعمل خطه زمنيه عنا هذا الاسبوع؟ تمام. شو رايك نشتغل سوا على السلبيه يلي موجوده، كيف فينا نحسنها؟ هون شو بكون عم بعمل انا؟ بكون عم بعطيه مهاره تفكير. ادوات التفكير هن 60 اداه. عمليا اذا بلشت اشتغل مع هذا اليافع او هذا الطفل بهيك شيء، فهذا شيء كثير عظيم. انا عم بعطيه اليات، اذا ما كنت موجوده تعرف تلاقي الحل، تعرف تستخرج، تعرف تعاير، تعرف تطلع نتيجه، تعرف شو السبب اللي ادى لهون. طيب احيانا في ظروف لعائلات ما في لها حل، يعني مثلا في حاله انفصال او عدم اتفاق او طلاق، بس الطفل متاثر او اليافع متاثر، منورجيه انه فعلا الحياة ما لها وردية بالكامل، نحن حيكون في عنا جزء ناقص، حنعوض. والمفترض انه نحن نضلنا اشخاص متزنين متوافقين نفسيا وعقليا، هي مهمة الاهل. تمام. فعمليا لما انا بخل كأب او كأم، فالمشكلة مني مو المشكلة من اليافع، صدقوني مشكلة من الاب والام. اذا نحن بدنا نحكي عن هذا المثال، لما انا بدي ضلني جيش هذا الطفل على الطرف الثاني واعطيه سلبيات، وانا بعرف بهالوقت يعني كثير هنا عم بيحكوا الطرفين عم بيحكوا على بعض بشكل سلبي تماما، والولد عم بيكتئب وعم بيصير معه عزله اجتماعيه، مشاكل حتى جدا بالمدرسه بيصير ما بده يحكي مع رفقاته. ليش؟ هن عندهم اب وام طبيعيين وانا ما عندي، يعني هي مشكله حقيقيه. تمام. فالمفترض تضل هون، يعني قدر الامكان، انا ما بدي احكي شيء مثالي، قدر الامكان نطلع بطريقه يعني شوي راقية قدر الإمكان وحضارية لهذا الطفل اللي نحن جبناه وقررنا أنه نجيبه على هاي الدنيا، يكون على الأقل شوي متوازن. أكيد في فجوة بس نحن عم نعرف نتعامل معه، ما نسي، منعرف الأب أو الأم عنده أخطاء، ما نجيشه لهذا الطفل. أوكي في شغلات حلوة وفي شغلات لا، بس أنت كمان مثلا شطور بالمدرسة أو عنده موهبة كتير حلوة منعززها، يعني هاي الأشياء كتير بتضيف
للطفل. وفي دراسات كثير طلعت على قصة تخفيف من وسائل التواصل، تذكرتها كثير حلو انه تنعمل بشكل بسيط عنا بواقعنا. انعملت بالجمعيه العام الملكيه ببريطانيا العامه، ساووا وقتها شهر سبتمبر انه يكون بدون وسائل تواصل، اعلنوا عن شهر كامل. يا ريت يصير عنا، ما رح نقدر، ما رح نقدر. كان كثير ظريف تاثيره. وضحوا انه انتم حترتاحوا، ما عاد يصير في عندكم ارق، علاقاتكم الاجتماعية حتكون أوسع، رح ترتاحوا، رح تكونوا بحالة اتزان. فالناس استجابت وحطوا بدائل. هون الفكرة، أنا هي اللي بدي وصل لها، اللي ما بيقدر أبداً، مثلا أنا شغلي 3/4 إلكتروني، مستحيل أقدر أنا سكر على الآخر إلا إذا أنا بدي ارتاح والأولاغية مواعيدي، تمام؟ شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه لما أنا بخفف وبعطي بدائل، انه مثلا ممنوع استخدامها بعد الساعة 6 المساء، هاي الوسائل ممنوع انه بفترة الفترة النوم قبل النوم انه نستخدم، ممنوع ندخل هذا هاي الوسائل على غرف النوم. حتى الطفل من قطره انه ممنوع تدخل من غير اللابتوب، بصير اصعب عليه لانه الموبايل اسهل. فانا بصعب الطرق بدون ما يعرف انا شو عم بعمل، بدون ما يحس انه انت كشفتيه لهذا الولد. ودائما لازم طبعاً عن جد نبلش مع اطفالنا اللي هن بعمر صغير، لانه بس يكبروا بتصير اصعب واصعب، وهي المشاكل اللي عم تجي الحياه وتعزيز العلاقات الاجتماعيه والزيارات مع القرايبين مع الاهل، ما في احلى منها عن جد. أكيد يعني أكيد. نحن يمكن من قبل ما كان في كثير انترنت، يعني كنا مكيفين زياره تيتا، زيارة القرايبين هي يمكن أحلى 100 مرة من هلا من هذا الوقت اللي هو صار وراء الكاميرا. أكيد بس ما بننكر إنه كمان وسائل التواصل حلت مشاكل كتير كبيرة. أكيد إنما المشاكل اللي عم تحكي عنها كطفل، أغلب المشاكل اللي عم تتعلق بهذا الموضوع عم تكون ملكيجاته، يعني تخيلوا العمر قد ايه خطير. بس إضافة للشيء اللي عم نحكي، أنا حابة نوح على قصة كرمال يستفيدوا الأهل. في عنا كتاب اسمه الثقافة العاطفية، تمام؟ هذا الكتاب رائع جدا. ومن وين فينا نحصل عليه؟ من المكاتب موجودة. الكتاب لجيمس بارك ومارلين تيو، هو بمكتبة جرير موجود. يلي مو قادر انه هو يشتري فيني اعطيه الخلاصة، انا يعني انا من منبري بقدم الخلاصة بشكل تطوعي لهدول الناس. في عنا كتاب اوقف التنمر، تمام؟ اللي عم يصير اهم التنمر الالكتروني، كيف بدي ساعده ما يصير في ابتزاز، ما يصير في تحرش، كيف انا دعم الثقة اللي موجودة عنده لما يوصل لهي النتائج كمان لنفس المكتبة. فبتمنى انه الاهل تطلع، وموجود في منه الكتروني، نسخ الكترونية، وتستفيد من هاي الاشياء، لانه رح تعزز اكيد علاقاتها مع اطفالها مع اليافعين، رح تخفف من هي الفجوة، لانه بتضل هي المرجعية الاولى لتقييم السلوك كأسرة. اكيد مواضيع كتير مهمة، واكيد الحديث معك ما بيخلص. استفدنا كثير من المعلومات اللي حكيتيها اليوم، وبنشوفك بحلقات قادمه. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتوره ياسمين شلبي، اهلا وسهلا فيك. خلي لي اياك.